اللي قدمت الشهيد الأب موجود صحيح مفيش كلام، لكن بحنية الأم اللي سهرت وصبرت وربت وقعدت من وهو شالت 9 شهور، شالت 9 شهور وربت بعد كده لغاية لما بقى شاب أو راجل يعني، وبعدين قدمته لمصر. طب ما هو ده أصعب، أصعب إن الأم بعد كل ده تقدم ابنها وبعدين يعني يستشهد أو يصاب، وهو كان ملو العين زي ما بيقولوا، وبعدين يجي لها خبر إن هو استشهد يعني. فبرضه هي اللي قدمت. وحتى في الأزمات اللي احنا بتمر علينا والأيام بتاعتنا أيام صعبة، وأنا بعترف بده مش عشان أجاملكم ولا عشان يعني أطيب الخواطر، لا احنا احنا واحد. فمين اللي بتقوم بالدور ده برضه واللي شايلة الشيلة دي في البيت وبتعمله من غير ما أقول كلام؟ هي الست. فلما يجي نبص الموضوع على بعضه كده نجد إن لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك، اللي عايز يتوقف قدامها يفهم، يفهم قد إيه إن الأم دي بتعمل دور كبير جدا جدا. وكان من إنصاف النبي اللي بيعلمه لنا إنه يقول لك خلي بالك إن يعني، والقرآن يقول حملته أمه وهنا على وهن، يعني مين يقدر يشيل شيلة 9 شهور يمشي بيها؟ مش كتير، محدش إلا الست يعني. فكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، وإحنا والله بس ما أنا عندي دلوقتي معايا، فمش عايزين مشكلة، مش عايز أعمل يعني، ما أنا هروح لوحدي بقى ومش عايز مشكلة يعني. فكل سنة وانتم طيبين ودايما انتم بخير وسلام وأمان، وبالله سبحانه وتعالى ثم بيكم إن شاء الله تبقى مصر في أمان وسلام.